اولا وقبل كل شيء كنبغي نحيي جميع المناظر الاعلاميه اللي كتغطي التظاهره او هذا المظاهره بخصوص غلاء ديال الاسعار. نحن جينا من مختلف مدن المملكه من اجل استنكار هذه الزياده في الاسعار والزياده في المحروقات. كما كنعرفوا ان المحروقات عندها دور كبير جدا في زياده ديال الاسعار، لان الليتر الواحد من المازوت وصل حاليا 1100، وهذا يعني السبب الرئيسي كذلك في زياده ديال الاسعار. وحنا يعني كنطلبوا من الحكومه او من هاد المسؤولين انهم يعدوا النظر في هاد الشيء هذا. كنعرفوا ان الزياده في الاسعار يعني زياده عالميه، ولكن الدول الاخرى يعني وفرت جميع المتطلبات للمواطنين ديالها باش ما تخليهمش انهم يحسوا بهذا الفرق. واحد المقال ديالو دابا غادي التربية، فمن طبيعة الحال يعني وعد من الوعود اللي يعني صراحة تبقى على أرض الواقع. فهذا الشيء كامل اللي كنشوفوه يعني من طبيعة الحال إلا أنه كيطبق ذاك الشيء اللي قال، فكنقول له الله يهديك علينا وخلاص. ومؤخرا كذلك واحد فيديو ديالو عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاش قص واحد التفاحة قال لا ما يمكنش التفاح الثمن ديالو طايح شي ماشي معقول. راه سي عزيز راك اذا عندك الامكانيات باش تشري التفاح وعندك الامكانيات باش تشري حاجيات اخرى، كاين الناس ما عندهاش الامكانيات باش تشري تا كيلو ديال البطاطا. والله يهديك علينا وخلاص. السلام عليكم. المواطنين كيطالبوا يعني بخفض في الاسعار، هذه يعني سبب واضح جدا كنظن استاذ، لان هذا الشيء هذا راه بطبيعه الحال وصل في العظم للناس. يعني من طبيعه الحال كما كنشوفوا دابا البطاطا شحال ولات تساوي غير مؤخرا، هذه ما كملاش واحد شهر هكا كانت البطاطا كتعمل 2 دراهم، دابا ولات 5 دراهم ما عطيتش 7 دراهم. حنا كما قلنا في السابق ديال الفيديو بان المجتمع ديالنا يعني يختلف من يعني يختلف من حيث الطبقات، وعلى ما كنظن بان هاد الناس اللي كيتواجدوا في هاد الساحه هذه ساحه الامم بمدينه طنجه الا انهم كيستنكروا بزياده في الاسعار، وكيطالبوا باش ان هاد المسؤولين انهم يعادوا النظر في هاد الشيء هذا ويحقوا لهم يعني المطالب يعني ديالهم. وهذه وقفه احتجازيه سلميه ما فيها لا شغب ولا حتى شي حاجه. كنشكركم بزاف. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.